بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حملة يلا بينا نرجع الخير لبيوتنا. ولازال الخير بيرجع لبيوتنا الحمد لله بفضل مجهودكم وبفضل تعبكم. بدأت الناس فعلا تزرع وبدأت تجي لي فيديوهات على الواتس، في الحقيقة مزروعات في منتهى الروعة. النهاردة معانا فيديو قيم جدا من قناة محمد لزراعة الأسطح. محمد حبيبي ويعني بعتبره من أعز أصدقاء القناة. مزروعات رائعة جدا، بقدم لكم الفيديو ده عشان أحمسكم كلكم للبدء فورا في زراعة الأسطح. محمد نجح في زراعة مختلف أنواع الخضر، ويلا بينا نتابع الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بهديه لقناة وفر في بيتك منوعات للأستاذ باسم صاحب مبادرة يلا نرجع الخير لبيوتنا. والفيديو بتاع النهاردة ده هاخدكم جولة بين المزروعات واعرفكم بنفسي. معاكم محمد من قناة زراعة الأسطح وتربية الطيور، ورابط قناتي الأستاذ باسم هيسيبها في صندوق الوصف للي عايز يخش ويتابعني. يلا بينا نبدأ في المزروعات. في البداية كده زي ما انتوا شايفين نبات الخص، وهيبدأ هيعمل في القلب بتاعه اهو، هيبدأ في ان هو يلف زي ما انتوا شايفين اهو. وانت لازم تزرع على السطح وتستغله بسبب غلاء الاسعار. الخصية دي سعرها دلوقتي بتلاقي سعرها من 4 ل5 جنيه. انا زارع الحوض ده في اكتر من حوالي 40 خصاية، وزي ما انتوا شايفين كله هيبدأ يعمل في قلب وهيلف معانا اهو حوالي 40 خصاية. الخص ده ممكن انت تزرعه في السنة اكتر في موسم الشتوي، وممكن انت تزرعه مرتين في الموسم بتاعه. يعني انا زرع الشتلات اهي هوريها لكم. دي شكل الشتلات بتاع خاص زرعها من البذور، وبرده هنا اهو وهنا اهو لسه شتلات صغير، ودي شتلات برده هبدا انقلها. فانا بعد ما احصد ده كله هخلع واقلب التربه وهزرع من جديد، وكل حاجه هتلاقوها في قناتي باذن الله. وهنخش على الكزبرة وجمال نبات الكزبرة. زي ما انتوا شايفين دي انا حصدتها اكتر من 4 مرات، زي ما انتوا شايفين لسه حاصدها انا اهو. ده نبات البسلة زي ما انتوا شايفين، وده الخس نوع تاني من الخس برضو، وده الكزبرة لسه زرعها زي ما انتوا شايفين. نخش على الشمدر او البنجر زي ما انتوا شايفين اهو، ويبدأ ان هو يكون راس بتاعته اهو. وده الفول الحراتي، والازهار بتاعته هتبدا عقدت اهي، وهتبدا تطلع القرون الفول بتاعتها جميل زي ما انتم شايفين. وده نبات متسلق، اللي يعرف اسمه يبلغنا نعرف اسمه، بس سيبه لكم انتوا تعرفوا اسمه. وده بيتاكل، ده نبات بيتاكل شايفين متسلقة. ودي البسلة عامل لها هنا نظام تكعيبة صغيرة تتسلق عليها زي ما انتوا شايفين. وانا دلوقتي في انتظار هتبدأ تظهر معانا بإذن الله. وده التين الشوكي زي ما انتوا شايفين، وده شمندر زرعه في وقت تاني على مرحلتين. لما اجمع ده هيبقى فاضل، ده ممكن اجمعه باذن الله على رمضان باذن الله. دي البسلة ودي كرومبا زي ما انتوا شايفين. جمال زراعة الكرومبا يا جماعة، عملت معانا قلب اهي جميل جدا بسم الله ما شاء الله. يعني زرعها بسم الله ما شاء الله على نبات الكرومب. وده الخص برضو، ودي الشتا اللي لسه قايل لكم عليها. ونخش على القرنبيط زي ما انتوا شايفين اهو، ده نبات القرنبيط. ودي لفت كانت بذرة طالعة، فانا رابطها عشان بتاكل الغذاء بتاع القرنبيط زي ما انتوا شايفين، واكلة الشمس بتاعها. فانا بحاول اربطها عشان ما تسحبش غذاء. وزي ما انتوا شايفين عملت راس اهي، ابقى اخلعها في اقرب وقت. وده الحرنكش بسم الله ما شاء الله، يعني انا ما زرعتوش اول مرة، لا دي تاني سنة ازرعه زي ما انتوا شايفين. والسنة اللي فاتت جاب نتيجة بسم الله ما شاء الله، هتلاقوا الفيديو بتاعها في قناتي. وده
الفلفل، ولسه في ازهار ولسه في فلفل لحد دلوقتي في فصل الشتاء، ولسه في ازهار برضو، وده كرنب برضو، وده فول، وده خس برضو محمل على الفول، وده الفول اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، وده التين شوكي برضو، وده نبات متسلق بيمتد يعني اسمه نبات حي العالم. ده زي ما انتم شايفين القرنبيط برضو، وده الدراجون فروت، فاكهة الدراجون فروت اللي شريتها وعملت لقاء مع المشتل. كل حاجة هتلاقوها يا جماعة في الرابط اللي الأستاذ باسم هيحطه في صندوق الوصف. ده برضو نبات حي العالم زي ما انتم شايفين الأزهار بتاعته الجميلة. وتعالوا نخش على قسم الطيور، نخش على قسم الطيور زي ما انتم شايفين يا جماعة. قسم الطيور ده الفراخ البلدي، دي بيبقى مناعتها قوية وممكن تاكل أي حاجة، أعلاف، أوراق حشيش مثلا، اللي بجيب الحشائش الضارة اللي بتطلع وسط الزرع بجيبها وأكلها لهم عادي، وصحتهم كويسة بسم الله ما شاء الله. ونخش عند الحمام بسم الله ما شاء الله. هو ده بيبقى لو انت عايز تعمل مشروع انصحك ان انت تعمله في الحمام، يعني جميل جدا، ما بياكلش، ياكل اي اكل، عيش خبز، عيش غلة، اي حاجة اكل حشيش ياكله برضه. وده لو انت سيبته يطلع يجيب اكله من بره، وكويس جدا في نوع. فانا مش حابب اطول عليكم، كل حاجة هتلاقوها في قناتي زراعة القصح وتربية الطيور. واي حد عايز مني اي حاجة في قناتي انا تحت امره. وزي ما قلت لكم الفيديو ده بهدي القناة وفر في بيتك منوعات في مبادرة يلا نرجع الخير لبيوتنا. زي ما انتم شايفين انت السطح تستغله في تربية الطيور او زراعة الاسطح، وليه فوائد كتيرة ان انت تشيل الكركبة وتربي فيها احسن بكتير. يعني زي ما انتم شايفين كيلو الفراخ دلوقتي بتلاقي سعره يتراوح من 50 لـ60 جنيه. انت عندك فراخة ايه ما تشتريش من بره فراخ. الحمام سعر جوز الحمام بيتراوح من 60 برضو من 50 لـ60 جنيه برضو الحمام. ممكن انت عندك تربي، والزغلل اللي بتطلع بتكبرها على ايدك وتاكل منها اكل، انت تاكل حاجة انت مربيها على ايدك، انت ما تعرفش اللي بره ده بيوكلوه ايه او بيعمل فيه ايه. فكل حاجة عايزين هتلاقوها في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشكرين جدا يا محمد على الفيديو الرائع والخضر الجميلة جدا، فعلا فيديو تحفيز رائع، في مجهود كبير جدا. ولازال رقم الواتس بتاعي متاح لحضراتكم، وبسعد جدا 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 بالتواصل معايا، وبسعد اكتر لما بشوف انجازاتكم، وسعادتي بتبقى اكبر كمان لما بعرضها على القناة. وانا تحت امر اي مشارك في القناة، دايما بشجعكم ان تبداوا فعلا في زراعه القصح وتربيه الدواجن عشان نرجع الخير لبيوتنا تاني. ولا زالت حمله يلا نرجع الخير لبيوتنا مستمره، ولا زلنا مع بعض وايدينا في ايدين بعض عشان نرجع الخير تاني لبيوتنا ولبلدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.